السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه شيوات امينه. اليوم كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. غنصيبو بسطيله بطريقتي، بقاو مع الوصفه. بسم الله على بركه الله. البسطيله ديالنا اللي كندير انا طريقتي انايا، هنايا كما كنحتاجو شي حاجه. لا كما كتشوفوا هنايا راه انا وجدت الحوت، هذا الحوت الابيض درتو تبخر. عندي هنايا كانت عندي واحد سامبيرا الفيلي ديالها، وعندي جوج حوتات ما عرفاش بالحق سميت هاد الحوت، ولكن حوت بيض ها هو. بخرته مع شويه ديال الملح وواحد ورقه سيدنا موسى، لحتها عليه تبخرات معاه. هو هذا غنقي دابا وغادي نضيفه مع الحشوه ملي كنكون ملي نوجدها. وهنايا الباقي ديال المقادير، عندي هنايا الكالامار كما كتشوفوا ها هو. هنا غندير معاه جوج ورقات ديال الراند، وغنديرو في طنجرة الضغط يطيب بوحدو. وهنايا عندي تقريبا نص كيلو ديال الكروفيت منقي، وعندي شويه ديال الفيرميسيل الشعريه الصينيه كما كتشوفوا. انا لخويت عليها شويه الماء السخون حتى رطبت وصفيتها. هنا عندي شويه واحد البكيه ديال الشامبينيون الكحل الاسود، شامبينيون كحل شامبينيون اسود عفوا. هنايا خويت عليه الماء حتى رطب، خويت عليه شويه الماء دافي حتى رطب، وغسلته مزيان نقيته ودرته هنايا وخليته حتى نقطعو حتى هو. هنايا عندي صلصه حاره هوت صوص ها هو، اللي كيبغي الحار والبسطيله ضروري يكون فيها الحار. وهنايا صلصه الصويا كما كتشوفوا. وهنا عندي عصير ديال جوج حامضات هما، عطاوني تقريبا كاس. وهنا التوابل ديالي، عندي فلفل اسود وشويه الملح، وعندي جوج ضامات ديال بنه السمك، جوج ضامات السمك. وعندي هنا زيت الزيتون، انا البسطيله ديالي كنشحرها غير بزيت الزيتون كما كتشوفوا. هذه زيت العود. وهنايا كما غتشوفوا معايا عندي شويه الزيتون حتى هو ها هو، كنضيفو كاضافه. اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش. كنضيف حتى واحد الجزره، بقى ندير معكم لا نسيت ما وجدتها، غادي نوجدها معكم. هنايا كما كتشوفوا هنا عندي واحد الربطه ديال المعدنوس، هذا البقدونس داك كما كتشوفوا. وعندي هنا واحد القدر ديال الثومه، واحد الراس ديال الثومه نقيته كما كتشوفوا ها هو. وعندي جوج حامضات، حامضه ونص عفوا، حامضه ونص مصيره هيا. هادو دابا غنشدهم غنقطعهم وغنديرهم في ديك الهشوار، طحناهم ليا مزيان. وهما باش غنبقى نتبل هادشي اللي غنشحر، وهاد الزيتون حتى هو غندير ليه هكاك وغنضيفو في الاخر ملي غنكون كنخلط كلشي. ها هو داك الربيع والحامض والثومه من بعد ما طحنتو هاكي كيجي كما كتشوفوا. نخلط هنا ديك الثومه والمعدنوس وداك الحامض، طحنتو كي بحال هكا باش يجيني ساهل. وهنا لا زدت هنايا جوج جزرات حكيتهم رقاق متوسط الحجم، تقريبا شي 200 غرام ديال الجزر هادي، ولا غير قل تقدر تكون 150 غرام. ها هي شويه ديال الجزر. وهنايا دابا داك الكالامار درتو في طنجره الضغط كما كتشوفوا، ودرت عليه ديك الورق ديال الراند. غندير عليه واحد المعلقه ديال هذاك الخليط هكا بحال هكا، غندير عليه بحال هكا. وغندير عليه تقريبا ملعقه ديال عصير الليمون شويه هكا، وغندير عليه واحد 3 المعالق ديال زيت الزيتون، وغنخليه يتشحر بدون ما ندير ليه لا ما لا والو. نسد عليه ونخليه حتى يطيب واحد تقريبا ثلث ساعه نص ساعه تصفر، وعاد نحسب نقولوا نص ساعه نقولوا نص ساعه هكاك حتى يطيب. غادي نسد عليه انا دابا، غنشعل عليه العافيه قليله وغنسد عليه. وغنخليه قبل ما ندير هذاك الشيء غندير فيه شويه الملح هو، شويه الملح وشويه ديال الابزار فلفل الاسود حتى هو ها هو كما شفتوا. وغادي ندير عليه واحد نصف او نصف ديال المكعب ديال المرق كما قلت لكم ها هو. انا غنشعل ليه النار وغنخليه كيطيب على عافيه مهيله هكايا، وغنسدها وغنخليها تصفر. هو غير تقل الماء ديالو، وغنخليها تصفر واحد ثلث ساعه نص ساعه، وغنحل نشوفوا الشكل ديالو كي داير. هنايا فهاد المقله هادي غنشحر فيها، هنا غندير واحد
4 ديال المعالق ديال زيت الزيتون كما كتشوفوا، 4 المعالق. وغنبدا نشحر الجزر ديالي، غنسبق غير هو الاول. هنا درت كاع 5، غندير الجزر ديالي هو الاول. وغادي ندير فيه معلقه ديال داك الخليط اللي طحنت هكا، نقلعو شويه هكا باش يتنفس مزيان. وغندير فيه واحد شويه ديال الحامض، تقريبا معلقه الحامض مع ملعقه ولا قولوا نصف ديال معلقه ديال الفلفل الاسود والملح. حتى هو غادي نضيف واحد نص ديال مكعب ديال المرق هكا، غادي نشحرو مزيان حتى يدبل معايا مزيان وينشف من الماء. الطنجرة ديالي ديال الضعطلة سديت عليها وخليت داك الكالامر كيطيب فيها. هنا دابا هدا غنخليه شوية هكا يتشحر، نشحرو مزيان. ومن بعد عاد نبدا نضيف تاني نشحر الكروفيت، ومن بعد نخلط كامل ملي غني نفرتت الحوت حتى هو. هنا غنشحر هذا مزيان، خاصو يتشحر، تشحر مزيان، مجهدة عليه العافية، ولكن وقت ما بدا كيطيب وضروري اللي شحرتو يكون ناشف مزيان، ما يكونش فيه الماء، ما يكونش فيه نهائيا شي حاجه ديال السوائل باش ما تقطعش لكم الورقه البسطيله ديالكم. ضروري يكون ناشف مزيان، الا ما كانش واخا دوزوه في سي مصفات، تحطوه في سي مصفات حتى يقطر، عاد تخلطوا المقادير، عاد تخلطوا زعما كلشي المكونات كلهم. هانتوما كتشوفوا من بعد ما كتشحر مزيان، هنا انا دابا غنضيف ليه شويه ديال السوجة هكا تقريبا معلقه، ونضيف ليه شويه ديال صلصه الحار. انا كلشي كياكل عندي الحار، داكشي علاش شفتوني زعما على الحار كنديرو. نتوما الا ما كياكلوش الحار انتبهوا ليه، او ديرو كونتيتي قليله او ما ديرو كاع. بركة عليها هي البصلة، أنا الجزر عفوا الجزر شحر. أنا غنحطو جانبان وغادي نضيف حاجة أخرى. كما كتشوفو درت زيت الزيتون، هاكو فيديو نهدرتو، غنضيف ليه نفس المكونات. هو أنا دغيا كتشحر، واحد النصف ديال طماط البنة، شوية الملح، شوية الفلفل الأسود، هذاك الخليط ديال الثومه والمعدنوس والحامض والخمير، هو راه غير كيزيد. البنات لا كتباع عند العطار واحد العطرية ديال البسطيلة هي، وكتاخدي فيها القياس اللي بغيتي، 20 درهم 10 دراهم على حسب. زوينة، انا غير ما متوفراش عندي دابا، كملات ليا ما كنستعملها، كملات ليا ما عنديش. هديك كتجي بلاصت بدل ما ديري واحد هدي الضماد ديال البنة كديريها هي. هنا غنزيد واحد شوية ديال الحار، تقريبا معلقة صغيرة، وشويه ديال صلصه الصويا هكا. وغنشحر كلشي مزيان هكا، ديما عافيه مجهده باش ينشف من الماء. هو الكروفيت هذا دغيا ما كيخرجش بزاف ديال الوقت، دغيا بحال هكا. وغنزولو حتى هو، ومن بعد غادي ندير هاد الشامبينيون حتى هو نشحرو. هو
والبنات كما قلت لكم انا راه شحرت هنا، ها هو الجزر، ها هو الشامبينيون، ها هو الكالامار طاب، ها الحوت من بعد ما نقيته من الشوك حيت ليه الشوك، ها هو الكروفيت هنا. نفس المكونات غير الزيتون اللي زدت عليه، الزيتون قطعتو طحنتو حتى هو ديك الاشواغ، هو غادي نشحر فيه ديك الشعريه الصينيه بنفس المكونات، البزار الملحه وداك الربيع اللي فيه الثومه والحامض البصير والعصير تاع الحامض وشويه زيت العود والسوجة والحار. اللي بغى يدير معاه شي معلقه ديال مرشد الحك يديرها، انا دابا ما غاديش نديرها، غنخلي غير هكا، نكتفي بها غير هكا. الجزر غيعطي اللون ملي غيتخلط، ما نحتاجش نزيد فيه مطيشه. المهم غنشحرها هكا مزيان، ومن بعد غادي نخلي كامل المكونات حتى يبردوا، عاد ان شاء الله غنخلطهم وغنخليهم يبردوا، وعاد ان شاء الله نعمر البسطيله ديالي. والبنات من بعد ما خلطت الخليط ديالي ديال اللي شحر كامل داك المكونات كاملين هما، هنا دابا انا غادي نبدا ندير في الطاوة. كما كتشوفوا الطاوة دهنتها بشويه ديال الزبده، ومن بعد كنفرش فيها الورقات، غنفرش باقي ورقه هنايا وغنبدا نعمر. ها انتم البنات من بعد ما درت الورقات كاملين، هنا ديما انا كنتجه للمبتدئات، هنا من بعد ما درت الورقات في الجنب هنا كتحطي وحده هكايا، انا كندير غير وحده حيت من بعد ملي كتغلف كنزيد على الورقه كيولوا فيها بزاف، كندير غير وحده ما كنديرش جوج، غير وحده هكا تكفي حيت كاينين هذوك الاخرين هكا. ودابا غنبدا ندير الحشوه ديالي، وبالطبع اللي بغى يدهن يدهن، انا ما بلا ما غادي ندهنها حيت سميتهم مدمه، بلا ما غادي ندهن. اللي بغى يدهنها بشويه الزبده يدهنها، التحتانيين مدهونين بالزبده كما كتشوفوا. ها هو البنات بحال هكا، من بعد ما عمرتها دابا غادي نبدا نسد. ما عنديش لي شد ديال التليفون، داكشي علاش انا غنصور معكم فين ما ندير شي حاجه غنصورها معكم هكا. انا ما كنديرش عليها الفرماج، كنخليها غير هكا. اللي بغى يدير الفرماج يضيفو، انا ما كنضيفوش، كنخليها غير هكا. دابا غادي نبدا نهز هاد الاطراف هادو اللي في الجنب، وغادي نبدا نسد حتى نسدها كامله. ها هي البنات، انا هنايا زوقتها بواحد الربع ديال الورقه هكا، هاي كتجي هكايا دايره هاد الشكل هذا فوق منها اللي كيطيب، ودهنتها بشويه ديال الزبده. دابا ها هي كما كتشوفوا كتجي على هاد الشكل. لا لصقتها، استعملت واحد البيضه كما كتشوفوا هذه، لها استعملتها في التلصق ديالها. المهم نتلاقاو ملي يطيب ان شاء الله. انا رجعت معكم البنات من بعد ما طابت البسطيله ديالي، كنتمنى تجربوها وتعجبكم الوصفه الطريقه ديالي. وفضلا وليس امرا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا لكم على المشاهده، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.